سابتانش البوجي، بنرحب بيك النهارده، منورنا النهارده في دار الهلال. اهلا بيكم، اهلا وسهلا. عايزين بقى نعرف انطباع حضرتك ايه بعد ما شفت الانطلاقه لبوابه الهلال النهارده. شوف، انا في منتهى السعاده اولا ان انا في مؤسسه عريقه وهي مؤسسه دار الهلال، واسعد واحد في الدنيا ان انا ما شفت البوابه وشفت التجهيزات اللي هي في البوابه وشفت الشباب كمان اللي هو الباور بتاع النجاح ان شاء الله. ويعني انا شايف في عيون كده الشباب في حماس، وانا محتاج هذا الحماس عشان احنا ننجح كلنا. يعني انا الشباب هو الاساس هذا الموضوع، وهي في تواصل اجيال، انا شايف في اجيال وسط وكذا، وده اللي احنا عايزينه في الفتره القادمه. عايز هذا الجيل جيل يحب المكان، صدقني هنحب هذا المكان، هنلاقي المكان ده فيه حتة تانية خاص، ده اللي احنا عايزينه. وعشان كده كلنا مع بعضينا في تكاتف، احنا بنشتغل جروب ما بنشتغلش فردي، وده اللي انا ملاحظه في البوابة. انا شايف تيم وورك شغال، وده اهم حاجة، ده اللي احنا عايزينه في الفترة القادمة ان شاء الله. وربنا يوفقكم، ومبروك عليكم بوابة بعد التطوير، بوابة تليق باسم هذه المؤسسة. بعد توفيق أوضاع المؤسسات القومية، ايه الخطوة اللي جاية من الهيئة الوطنية بالنسبة للمؤسسات القومية؟ شوف، احنا زي ما هم قالوا، احنا داعمين للمؤسسات القومية، مش لدار الهلال بس، احنا لكل 8 مؤسسات قومية بندعمها، وبنحاول بقدر اذا كان دعم لوجستي بنحاول، بدعم مادي بنحاول، في كل اوجه الدعم بنحاول، بس احنا مش هندعم على طول، انا عايزين نشوف برضو رد الفعل من ابنائها. لازم، عشان كده انا بقول دايما الابناء بتوع الدار هم اكتر ناس حرصا على نجاح المؤسسة، وده اللي انا محتاجه. احنا هندعم بس انا عايز برضو اشوف رد الفعل من ابنائها ايه، وده اللي انا منتظره الفترة القادمة. احنا دعمنا وبندعم، انا عايز اشوف رد الفعل، لان مش هدعم على طول، لان لو هدعم على طول بدون رد فعل لا هبدأ اعيد حساباتي. اما امتى بقى يما انا ادعم الاقي فيه رد فعل، خلاص يبقى نشتغل، يبقى تو واي مش وان واي. اخيرا محتاج بس رسالتين من حضرتك، واحدة للجمهور المصري عن المؤسسات الصحفية القومية تطمنهم عليها، وواحدة للشباب الصحفيين تطمنهم على مستقبل الصحافة القومية. المؤسسات الصحفية القومية مؤسسات قوية، هي احد اعمدة الدولة المصرية، واحنا بنحافظ عليها وهنحافظ عليها، وهي هتقبل اساس مؤثرة جدا جدا جدا. وانا بقول للشباب الصحفيين، شباب الصحفيين هدنا بس كده، صبر، اصبروا، كلنا في بداية حياتنا صبرنا على أساس إن احنا نوصل اللي احنا عايزينه، فهي عايزة شوية صبر، وإن شاء الله بإذن الله هتتواجدوا وتقبوا من ضمن تيم المؤسسة دار الهلال، وربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا.